بسم الأب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. شغلني أكلمكم عن موضوع يمكن يكون مناسب لتوبة آخر السنة. إحنا بنيجي على آخر السنة عندنا إحساس روحي كده، السنة جريت وملحقناش برضو إيه نتغير أو نتوب أو نعمل اللي كان المفروض نعمله. في تعبير كده زمان في العهد القديم يقول مضى الصيف ونحن لم نخلص، يعني الموسم عدى ولسه ما حصلش اللي كان مفروض يحصل. فالواحد يعني كان عندي حد كده الأسبوع ده قال لي كلمة حركتني شوية، قال لي نفسي ما فيش مرة صلي ما يكونش قلبي سخن، لكن قلبي دايما بارد لأني حاسس أني كويس. فعاوز أكلمكم عن خداع النفس أو خداع القلب. الشيطان بيتفنن أنه يخدعنا من الداخل بخداعات تعطل التوبة. الشيطان أهم تحدي عنده أن احنا ما نتوبش. على فكرة الشيطان ما يزعلش لو خدمنا قد ما يزعل لو توبنا. افتكروا المعنى ده، يعني التوبة تغيظه أكتر، لأن التوبة تخلي ربنا يشتغل بيك في الخدمة، لكن الخدمة من غير توبة ممكن تبقى أنت اللي بتشتغل لوحدك، فما يتضايقش الشيطان من دي. أحيانا الواحد بيخدع نفسه بنوع من يعني الإحساس اللي يمنع عنه التوبة، والخداع ده له أشكال كتير هشرحها لكم دلوقتي عشان نلحق آخر أسبوعين في السنة إن الواحد يكشف عن قلبه ويواجه نفسه ويعترف انه بيخدع نفسه بخداعات معطلة لخلاصه. واوحش حاجة بعيد عنكم ان الواحد يتهيأ له انه رايح السماء ويفاجأ انه مش داخل السماء، بس ده هيبقى توليت طبعا، هيبقى متأخر قوي. ودي باينة في العذارى الجاهلات، مش كده؟ الجاهلات ما كانش عندهم ادنى شك ان هما مقبولين، فكانت المفاجأة مرعبة، اذهبوا عني لا أعرفكم. هم كانوا معتقدين إن هم إيه، معقول ما احنا كويسين. فده نوع من الخداع المؤذي اللي خلى الواحد فجأة يكتشف، بس الفجأة دي وحشة قوي. لو دلوقتي يا ريت نكتشف دلوقتي ياه ده احنا محتاجين توبة قوي، يا ريت الواحد يكتشف إنه ده أنا وحش قوي. كويس، اكتشف ما تخافش، واحزن وابكي وصوت وصرخ دلوقتي كويس، لكن لو ما اكتشفتش وجت على الاخر وطلع انك خادعت نفسك، دي طبعا هيبقى مشكله كبيره قوي. فتعالوا نعيش مع المعنى ده. هقول كم ايه تؤكد الفكره اللي انا عاوز اوصلها، وبعدين ادخل في اهم نقطه هي انواع الخداعات الروحيه اللي بتتحصل معانا. قيل مثلا في آخر رسالة للقديس بولس عن بعض الناس لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوته. فاعرض عن هؤلاء صورة التقوى. يعني إيه؟ من برة الناس تقول عليك تقي، راح واحد بيروح الكنيسة كل يومين كل ثلاثة، واحد بيطلع العشور، واحد ماسك الأجبية، واحد مشغل القنوات المسيحية طول الوقت، حاسب ده، كل ده ممكن يطلع صورة، لأن التقوى ليها قوة. التقوى ليها قوة، القوة دي تنبع من الداخل، نقاوة، خوف ربنا، حب الناس قوي. فهل دي فيها قوة ولا صورة بس؟ آية تانية تقول إيه برضو عن فئة أخرى. خلي بالكم هنا بولس كان بيتكلم عن فئة، وفي كورنثوس قال كفئة تاني، قال لا نكترئ أن نعد أنفسنا بين قوم من الذين يمدحون أنفسهم. هم دول إيه؟ دول خادعين روح بيمدحوا نفسهم. ولا أن نقابل أنفسنا بهم، إحنا ما نعملش زي الناس دي خالص ولا نقابل نفسنا بيهم. بل بصوا الخداع، إذ هم يقيسون أنفسهم على أنفسهم. يعني إيه؟ واحد بيخدع نفسه أنه حاطط نفسه هو المقياس، فاهمين؟ يعني تصوروا واحد
الدكتور بيقول له انت ايه يعني تقيل شوية ولازم تخس، انت وزنك 100 كيلو لازم تبقى 80. عارف المثل ده بيزعل بعض الناس، يلا معلش. هو بقاله سنين على 100 كيلو، فهو مقتنع ان 100 كيلو ده تمام. ايوه حبيبي، بس القلب ابتدى يتعب، لازم تنزل كم كيلو كده. الظهر ابتدى يتعب، الركب ابتدت تتعب، لازم تنزل. بس هو حط المقياس ايه؟ 100 كيلو. فانا كويس، ما انا ما زدتش، بس لازم تنزل. فاهم الفكره؟ فاحيانا الواحد يقيس نفسه على نفسه. طب ما انا بروح القداس كل اسبوع. ايوه، انت فاكر هو ده بس اللي دخل السماء؟ انت بتقيس نفسك على نفسك، ما تشوف ربنا عاوز ايه. فبيقول اذ يقيسون انفسهم على انفسهم ويقابلون انفسهم بانفسهم لا يفهمون. مش فاهمين خالص ان ده خطر، ومش فاهمين ارادة ربنا، ومش عارفين دول رايحين فين. آية ثالثة مشهورة بتقول ايه؟ القلب اخدع كل شيء وهو نجيس من يعرف. واكثر خداع للقلب، اكبر خداع، اكبر خدعة ممكن الشيطان يعملها انه يقنعك انك كده كويس ورايح السماء. ودي للأسف ياما ضيعت ناس وصلتهم الهلاك. تعالوا نمشي مع انواع الخداعات. اول خداع هسميه كده كويس، كده كويس اللي هو ايه؟ ده احنا كده تمام. وكده كويس دي زي ايه يا جماعة؟ الواحد يصلي النوم كروتة، ويمكن ما ركزش في جملتين ثلاثة، وقفل الأجبية وقال أبانا الذي، وجواه شعور بيقول له ايه؟ كويس كده صلينا النوم. حبيبي انت ما صليتش. صليت يعني تحكي مع ربنا، صليت يعني تحس بربنا، صليت يعني تبقى شايف ربنا او قاعد معاه هو بجد، مش تمتمت كلام وخلصت وعملت الواجب. على فكرة كده مش كويس، بس ده خداع. اللي يصلي باكر يشم نفسه كده، صليت باكر. طب خدت بالك من اي جملة قلتها في الصلاة؟ حسيت بأي احساس في الصلاة؟ قريت الانجيل؟ ايوة قريت. سمعت؟ استقبلت ولا قريت؟ قريت مش كويس. قريت ما تدخلش السماء، لكن خدت كلام وعشت بيه تدخل السماء. فانت بتخدع نفسك انك قريت. مرة لقيت خادم زمان يعني كل الناس تعبانة منه، بعدين اول ما قابلته قال لي على فكرة بقى انا سامع عظات البابا شنودة كلها. البداية خوفتني على طول. حبيبي انت سامع عظات البابا شنودة كلها بس ما عملتش حاجة منها، بدليل كل الناس تعبانة منك. انت فاكر في ملايكة هيسألوك كم 100 عظة سمعتها؟ مفيش كده. حكاية كده كويس دي خطيرة، بتقابلنا في كل وقت. ساعات اتناولت بس كده كويس. اتناولت على اي اساس؟ وانت بينك وبين حد زعلة، ازاي اتناولت اساسا؟ اتناولت ومقضي اليوم ازاي بعد التناول؟ اتناولت ازاي وانت بقالك 6 شهور ما روحتش لأب اعترافك ولا اشتكيت نفسك؟ وانت بتقول كده كويس، مين قال انه كده كويس؟ انت بتقول لنفسك انك كويس، لكن ده مش كويس. خدمت، نشكر الله، الخدمة حاجة جميلة بجد، لكن احيانا الخدمة تتحول الى ايه؟ تخدير للضمائر. مشغول بالخدمة زيادة. يا حبيبي بقيت مرثى، ومرثى ما كانتش عاجبة المسيح في الموقف ده. مش كويس عليك تزود خدمة وما تصليش كفاية. مش كويس عليك تزود خدمة وانت بتزعق في الناس، وانت بتدين الخدام، وانت بتتعب اللي حواليك. حاسب، حاسب، اعمل معروف. مين قال ان ربنا عاوز كل ده؟ يا ابني ربنا عاوز قلبك الاول. ممكن تبقى علمت، اقول لكم انا الحتة دي وقعتي السودة، انا ربنا صلوا لي. ساعات الواحد لما يعلم كتير يفتكر انه ايه؟ كويس، ما انا بقول كلام كويس. ايوه انت بتقول كلام كويس، بس انت مش هتتقاس بكلامك، انت هتتقاس بحياتك. فيا ترى الكلام اللي انت بتقوله عايشه كله ولا مش عايشه؟
فساعات انتوا لما تتكلموا وتتكلموا عن ربنا، الواحد يقول كلمتين يبقى فاضل يخلص الكلام ويقول يسلم فمي، ايه ده؟ يبقى معجب بروحه مثلا. يا عم حرام عليك، ده انت الكلام ده كله هينطلب منك، خلي بالك، لانه كل ده خداع نفسي. نوع من الخداع انك تبقى بتعمل مشيئتك انت، فانت بتعمل مشيئتك وشايفها مشيئة صالحة. السؤال الاهم، هل عملت مشيئة الله؟ دي بتفكرني بايه؟ مرة كان معانا طالب، يعني كنا زمان طلبة يعني في مرحلة معينة، كان معانا ولد شاطر دحاح. فين دحاح دي؟ يعني ايه؟ يعني يذاكر كتير. الدحاح ده كان بيذاكر من كتاب في مادة معينة، كلنا قلنا له ايه الكتاب ده مش مظبوط في المادة، يعني ايه بيقول حاجات مش علينا وسايب حاجات علينا. قال لا لا لا، الكتاب ده اكبر مرجع في الموضوع. طلع كلامنا مظبوط، جه الامتحان في حاجات هو مش مذاكرها خالص، فهو داخل الامتحان مقفل الكتب. بصوا الاحساس، بس هو ماشي بدماغه مش ماشي بمشيئة الجامعة ساعتها. فساعات الواحد يبقى كده ماشي بمشيئته هو، انا شايف ان ده الصح. سألت ربنا ان ده الصح؟ تأكدت ان ربنا عاوز كده؟ ولا انت بتقول انا كويس؟ لازم ربنا اللي يقول انت كويس، مش انت اللي تقول انا كويس، ده خداع. هل كنت امين؟ كلمة وكيل، امين، حكيم، دي كلمة اللي بتدخل السماء وبتطلع من السماء. من هو الوكيل الامين الحكيم؟ طيب كلمة امين دي ما بتخوفكش؟ ازاي تقول انا امين؟ ده امين دي كلمة صعبة قوي. امين في ايه ولا في ايه؟ أمين في كل كلامك، في كل صلاتك، في كل وقتك، في كل علاقاتك، في كل فلوسك، في كل ده. دي كلمة تخوف، الأمانة دي. إزاي تقول أنا كويس كأنه ليس في الإمكان أحسن مما كان؟ لا، كان في الإمكان أحسن مما كان طبعا. طب أنت حكيم؟ لا، ده اللي يفتكر نفسه حكيم يبقى غشيم. إن ظن أحد أنه حكيم بينكم فليعلم أنه جاهل لكي يصير حكيم. يبقى أول نوع من الخداع هو خداع كده كويس. أنت تقول أنك غني وقد استغنيت ولا حاجة لك إلى شيء، ولست تعلم أنك لست تعلم. أدي الخداع، شقي، بائس، فقير، أعمى، وعريان. في مرضى عندهم الحتة دي، يحب يوحوا لنفسهم أنه كويسين. دول أصعب نوع من المرضى وأخطر نوع من المرضى. اللي ما ياخدش كلام الدكتور باهتمام، يعني ايه، كل ما يحس انه كويس خلاص يقولك المرض خاف ويبطل الدواء من دماغه. ده اخطر نوع، ده اللي فجأة ممكن يمشي. ليه؟ لانه بيخدع نفسه. نوع تاني، نوع تاني عكسي بقى خالص، ده النوع اللي بيقول مفيش فايدة، ده خداع برضه. نفسك بتخدعك وتقولك ايه، مش هتتغير، انت على كده بقالك كام سنة مفيش حاجة هتتغير، قلبك قد كده يفضل قد كده، طبيعتك كده، طريقتك كده، عيوبك كده، مفيش حد بيتغير. ده خداع، ده انت لازم تتغير وإلا مش هتدخل السماء، ولازم تبقى أحسن من كده، لأن المسيح عاوز قديسين، عاوز كاملين. فلما بتقول مفيش فايدة، ليه مفيش فايدة؟ لأنه عندك صوت أنا عمري ما هتغير. لا يا حبيبي، هتتغير، ربنا بيغير، ربنا بيقدر يعمل معجزات، مش بس معجزات جسدية، معجزات روحية. ده بياخد موسى الأسود يطلعه القديس موسى الأسود. ففي واحد عنده نفسه بتخدعه، بتقوله الخطية مستمرة وهتفضل مستمرة لآخر العمر. تعرفين دي مشكلة كتير من المدمنين. المدمن من كتر ما يقع ويقوم، الشيطان يقنعه أنه إيه؟ مفيش فايدة، فتلاقوه إيه؟ مستسلم، مش هحاول، ما أنا حاولت ووقعت. يعني مش هحاول دي أخطر حالة، ده الخداع كله. بينما طول ما هو بيحاول لازم في مرة هيفلح ويطلع منها، لازم. فهنا ده خداع. أول واحد نفسه تقول له إيه؟ أنت عملت كل حاجة والدنيا ما بتتغيرش. وساعات يكون ايه، مفيش فايدة في شخص،
يعني لسه واحدة بتقول لي أنا قعدت 10 سنين مستحملة جوزي، وكانت الحياة ماشية كويس وهو راجل متعب، بس طول ال10 سنين عندي أمل إنه هيتغير. قعدت مع واحدة نص ساعة قالت لي وانت فاكرة جوزك هيتغير؟ الرجالة ما بتتغيرش، وعملت لها كده فيلم عربي وخلصت عليها في نص ساعة. قالت لي روحت مش طايقة، والأول مرة أقول له عاوز أتطلق. بصوا الشيطان بيلعبها إزاي. اتخدعت وقالت إيه مفيش فايدة يا ستي، بقالك 10 سنين بتقولي في فايدة، وال10 سنين دي عمالة تكسبي أكاليل ومتصبرة ومستحملة والدنيا بتتصلح حتة بحتة. كل ده اتشطب عليه لما النفس خدعتك وقالت لك إيه مفيش حد بيتغير أو الدنيا زي ما هي. مفيش فايدة ساعات تاخد شكل إيه ربنا رفضني، الحقيقة ده خداع، ده كذب كذب بقى، لأن ربنا ما بيرفضش بني آدم. اللص اليمين لما جاله قبله، الابن الضال لما رجع له قبله، السامرية مقبولة وزكا مقبول وكل الفئات مقبولة. فده خداع مر إنه ربنا أكيد كرهني. لا، مفيش حاجة اسمها كده، ربنا ما بيكرهش ولاده أبدا. أنا فاشل، أيوة أنت فاشل وأنا فاشل، بس ربنا عارف ينجح الفاشلين. هو ده ربنا، بتاع الضعفاء، بتاع الغلابة، بتاع المكسورين. أنا هالك، هالك إزاي؟ قد أتى ليخلص ما قد هلك. وما الجه هو ليه؟ عشان الهالكين دول. يبقى هنا في خداع لما النفس تخدع ذاتها باليأس، ده خداع وحش قوي، جاب يهوذا الأرض. يبقى في خداع يقول لك أنا كويس ما يدخلش السم، وفي خداع يقول ما فيش فايدة وبرضه ما يدخلش السم. هنا القاعدة اللي قالوها الآباء، لو فقدت رجاءك في نفسك ما تفقدش رجاءك في ربنا. ما فيش مانع أنك في لحظة تقول أنا خيبان ومش فالح أبدا، لكن ربنا قادر. مش أنت تؤمن أن ربنا موجود وربنا قادر؟ خلاص، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. مش قادر أغير نفسي يغيرني هو، مش قادر أصلح دماغي صلحه هو، مش قادر أشيل الخطية دي يشيلها هو، مش قادر أحب فلان وصليت كتير هقول له مش عارف، خلاص اعمل معجزة وخليني أحبه، أنت تقدر أنا مش هقدر. لكن حاسب من الخداع بتاع ما فيش فايدة. وهنا تيجي الكلمة الجميلة بتاعت عهد النعمة، نعمة ربنا تدخل تعمل حاجة مختلفة تماما. هي دي أساس الرجاء، أساس التغيير، أساس الخلاص كله. إحنا بنخلص بالنعمة. يعني إيه النعمة؟ يعني الدور الإلهي مش الدور البشري. مين قال لك دور البشر يدخل السماء؟ البشر مهما عملوا ما يدخلوش السماء بعضلاتهم أبدا. لكن بالرجاء خلصنا، يعني عندنا رجاء في نعمة ربنا هي اللي تصلح فينا وتجهزنا للسماء. ثالث نوع من الخداع بيكرهون، ده نوع بقى مزعج جدا ومنتشر برضه. في ناس حساسة زيادة، كوكتيل كده من صغر النفس على سوء الظن، على حاجات لخبطة كده في النفسية. تلاقي واحد ماشي دايما عنده إحساس إنه ضحية وإنه مظلوم وإن الناس متآمرة عليه، ودايما مطلع نفسه بريء. يعني ودي كتيرة قوي حتى في الخدام، دايما شايف نفسه إنه عمل كل حاجة وحب يحبهم ويرضيهم، وهم قال إيه اللي العيوب كلها فيهم. صدقني أنت مخدوع، صدقني الناس هي اللي بتحاول تحتملك أو تحبك وأنت اللي فيك العيوب الزيادة ومش راضي تشوف. وبعدين في ناس توصل لإيه؟ بص بقى يا ابونا، أنا عملت كل اللي عليا، البعد غنيمة. البعد غنيمة دي مش آية، ملناش دعوة بيها دي، مين قال إن دي آية؟ مش آية. الحكمة غنيمة، قول ماشي، الحب غنيمة، لكن البعد مش غنيمة. لكن هنا يطلع شعار كده نتيجة الخداع، قال إيه؟ أنا عملت كل اللي عليا وهم بقى. لا، هما مش هما حبيبي، انت ما عملتش ربع اللي عليك.
بالعكس، وانت طبعك هو اساس المشكله مش طبعهم هم، بس انت خادع روحك. في ناس بتبقى قلب الادوار فعلا، في ناس بتبقى قلب الادوار. واحد يبقى تعب الناس وشايف نفسه كل الناس تعبينه. حبيبي ما تفهمها بقى، كل الناس غلط وانت صح. ما اكيد الحته اللي بنقول لك عليها دي معانا حق فيها، انت ليه بتخدع نفسك؟ وتوصل بقى ان واحد يقول لك ده انا متاكد ان هم كانوا يقصدوا. عيش بقى مع دماغ الشيطان يقعد يلعب بيك، زي شاول الملك لما ايه كان متاكد ان داود عاوز يموته، وداود ولا جت في باله. ما شاول جه تحت ايده مرتين ولا فكر يموته، وبالعكس وقف يدافع عنه، وما كانش في حد يقدر يمنعه في اللحظه دي. لكن شاول خادع روحه، ده هم بيكرهوني، هم اللي عاوزين يموتوني. كمان توصل انه في بعض الناس يتصوروا ان الناس بتغير منه ويخافوا قوي من الحسد، وحاسين ان كل الناس بصل اللي عندهم واللي في ايديهم. يا ابن الناس في حالها، والناس شبعانة، واللي بيحب ربنا ما عندوش الامراض دي. لكن بالطريقة دي تلاقيه دايما واقف موقف كده ايه، مليان بغضة، مليان قلق. ده كل ده خداع نفس، كل ده ما يدخلش السماء. لو استمرت على الحالة دي مش هتدخل، مش هتوصل، لان ربنا عاوز قلب نقي وعين الله، عاوز نفسية نظيفة كده هادية. وبعدين تلاقي ناس بقى من حساسيتها اول ما يحصل موقف يقول لك شفت نسيوني خالص عشان بيكرهوني. يا عم الموضوع ما يخصكش، هما لما قعدوا لوحدهم يبقى هم قاصدين ينسوك؟ موضوع يخصه، ايه المشكلة؟ هو لازم كل ما يتكلموا يستدعوك. بس في ناس بقى دايما تسيء الظن بالطريقة دي. هقول لك، حتى لو افترضت ان سلوكيات الناس تدعو للتساؤل، اسهل حاجة طريقة الاطفال. الطفل يروح يعمل ايه؟ يسأل، هو انت زعلان مني؟ لا. خلاص. هو انا ضايقتك؟ لا. خلاص. في ناس تقعد بالسنين مستكترة تعمل الموقف اللي ياخد دقيقة، ده هذا الموقف البريء، انك تواجه وتسأل وتخلص. ما تسيبش الشيطان يضحك عليك ونفسك تخدعك وتفضل عايش في وهم كده، اصل هم وهم وهم. مفيش هم، انت بتخدع روحك، والخداع ده هيأذيك ويدخلك في حتة وحش. والواحد ساعات يمشي مع هذا الخداع. في ناس كتيرة تحب تعيش تهمة الايه، المدبوح والمظلوم والمفترى عليه، تحب تعيش كده. طب ليه اخترت العيشة دي؟ ليه تعيش متضايق؟ بينما انت لو اتعاملت طبيعي عن كده او واجهت الناس، ممكن تلاقي الحكاية اسهل من كده. خداع اخر، الخداع ده بقى استحملوني فيه لانه انا متغاظ منه. شوية ناس بقى في الكنيسة يقول لك انا مش هسكت على حق ربنا. ايه حق ربنا؟ العقيدة في خطر، الكنيسة في خطر، البابا والمجمع مش عارف نظامهم ايه، والكهنة ايه، وحضرتك مين الاول؟ ايه اللي انت فيه ده؟ ده خداع غريب جدا. هو ربنا هيتنازل عن حقه؟ انت اللي هتجري ربنا في حقه؟ هو ربنا بالساهل كده يعني؟ الحقيقة اللي سلمها من 2000 سنة، اللي دفع فيها دمه، هو كده هيسيبها؟ بتتكلم في ايه؟ انت ربنا مش عارف يدافع عن كنيسته فانت هتدافع عنها؟ يتبارى ناس للتهكم على سيدنا البابا وعلى ابائنا الاساقفه ومسكين الكهنه، وبقت سليوه عند بعض الناس. ويتصور، شوفوا بقى المصيبه، انه اثناسيوس كيرولوس الكبير حامل ايمان، كنيسه من غيره هتغرق، ويقول لك انا ما اقدرش اسكت، ويجيب لها ايات. يجيب لها ايات يعني ايه؟ مثلا يقول ايه، انا مش زي ما قالها بطرس ويوحنا، نحن لا نستطيع ان لا نتكلم. يا سلام، ده بطرس ويوحنا كانوا بيشهدوا للمسيح، هما كانوا واقفين للناس كده في كل حركه يقيموهم ويقضوهم. ده خداع فظيع على فكره، دي ضربه كبرياء صريحه، ده الشيطان بيلعب بالناس دول. وعشان ايه؟ يشكشك الكنيسه ويتعبها من ولادها.
احذروا احبائي تمشوا في التيار ده، اعملوا معروف لو لقيتوا حاجه بتطلع لكم في الفيسبوك من الكلام ده اقفلوا، ويا ريت بلاش فيسبوك خالص. خلينا ندور على توبتنا وخلاص نفسنا. دي موضه جديده مخليه كل واحد يحكم على كل الناس، يعني مش ادانه حتى على قده، لا ده جايب الكبير والصغير، ده ادانه مضروبه في الاف، هو مش واخد باله انه عمال يحوش خطايا ضخمه بادعاء ان هو اللي بينقذ الكنيسه. وبعدين يقول لك السكوت سلبيه، على فكره السكوت سلبيه، والعذراء اللي ساكته دي كانت سلبيه. طب ده احنا كل كهك نقول احنا نقول وهي تسكت ساكته، هي بتصلي وبتحمي العالم كله بصلواتها، سكوت ايه اللي سلبيه؟ سكوت على خطيتك سلبيه، روح توب. لكن من أقامك قاضيا؟ من أقامك معلما؟ من أقامك لاهوتيا عشان تحكم على الناس؟ أنت فاهم إيه أساسا في خلفيات الكنيسة وظروفها عشان تاخد الموقف اللي كله هجوم ده؟ يا جماعة خافوا على خلاص نفسكم. أنا مرة قلت لشاب سامحني يا حبيبي، لو النهاردة رحت السماء المسيح هيسألك أنت إزاي تسكت على موضوع 25 ديسمبر ده؟ هو ده السؤال اللي هيسأله لك المسيح على باب السماء؟ فكر كده، حياتك فين يا ابني؟ قلبك فين؟ أبديتك بتروح منك، تتكلم في إيه أنت؟ عشان يبقى ده الموضوع اللي بتقاتل فيه قتال، وكأن الكنيسة انحرفت يعني. أنت مش واخد بالك إن إحنا في أي لحظة هنقف قدام ربنا يسأل كل واحد عن حياته وعن مسؤوليته. مسؤوليته دي حياتك، دايرتك، خدمتك، أسرتك. لكن مين قالك إن أنت مسؤول عن الكنيسة كلها؟ ده تطاول، ده كبرياء طبعا. دي ما تقولش فيها بقى هو ده الحب الكنيسة، لا، اللي بيعملوا كده بيأذوا الكنيسة مش بيحبوها. وبعدين في ناس تقولك ما هو الكنيسة فيها تحكم وفيها تسلط، والحل هو الثورة. ثورة ايه؟ اللي عمرنا ما سمعنا عن قديسين ثورجية، ما جاتش خالص في السنكسار الحاجات دي. ثورجية ايه اللي بقوا قديسين؟ وبعدين تحكم ايه وتسلط ايه وكل الشتايم دي ولسه في تحكم من الكنيسة؟ وهي الكنيسة اللي ما بيصومش بتجلده، وهي الكنيسة اللي بتقول المفروض نصلي 7 صلوات، واحد فينا بيكمل 7 صلوات كلهم. تحكم ايه وتسلط ايه اللي بيتهموا فيه الكنيسة؟ الكنيسة اللي عمالة تجري وتحايل في كل الناس عشان تكسب ولادها تتهم بالتسلط وبالتحكم. حاجات غريبة بقت تطلع، والغريب بقى ان الناس يعجبها الكلام وتصدقه، والايه؟ الخداع يستمر. يا احبائي ارجوكم يصمت العاقل في هذا الزمان لانه زمان رديء. الشاطر اللي يسكت ويصلي، ليه ما بتصليش؟ صلي لو ربنا شايف ان في حاجة هو يشتغلها، وانت هيبقى دورك اقوى من دور ربنا. هفترض ان في موقف ما في كنيسة ما فعلا ممكن يبقى في حاجة مش مظبوطة، وارد، احنا بشر، وهو ربنا ما يعرفش يصلح كاهن زيي عشان يظبط الكنيسة بتاعته، ولا انت اللي هتصلحني؟ مش ربنا. طب صلي، كلم ربنا وربنا يظبط 100 كاهن. يعني الواحد لو عرف حدوده احبائي يبقى كده قرب شويه من التواضع. التواضع ان الواحد يبقى عارف كويس حدوده. الانسان المتواضع يقول دول قديسين، دول بيقفوا قدام المذبح، دول ربنا مالي قلبهم، دول باعوا الدنيا عشان ربنا، دول شايلين شيله تقيله قوي، دول ضمائرهم لو عرفتوهم وقربتهم منهم ذهب. دول بيبكوا في قلياتهم عشان هيتحاسبوا عن شعوب كاملة، واحنا في الآخر قاعدين يعني نخبط يمين ونخبط شمال. ده خداع قلب طبعا، لسه في العمر بقي، ده خداع آخر. كتير مننا نشكر الله في شوية صحة، الصحة فيها خداع ان الموت تحسه لسه بدري، لسه بدري. صدقوني احنا بالذات عشان احنا كهنة طول النهار بخرجات
بنشوف الموت قدام عينينا ملوش معاد وملوش سن، واكيد انتوا فاهمين دي، لا له معاد ولا له طريقه ولا له سن. انما في خداع مشهور ايه؟ بكره، بعدين، لسه بدري. مره بكلم واحد اقول له ما تيجي تخدم، قال لي بص انا سني 40 سنه، اوعدك بعد 60 هخدم. كان على لساني اقول له، وبعدين اتكسف. مين وعدك يا اخويا انك هتوصل للستين وتعديها؟ لكن بيتكلم بمنتهى الثقه ومنتهى العقل، يعني الراجل ما فكرش لحظه انه ممكن ما يجيبش الستين. طب ليه يا حبيبي كده؟ ثانيا، وهو ربنا هنديله الوقت الضايع؟ ربنا اللي ادانا العمر ودفع ثمن فدائنا بدمه، بنقول له لا معلش الشغل اهم من اي حاجه؟ الشغل ده من ايده. تلاحظوا كده انه ايه؟ لسه بدري، الموضوع ده مش في دماغنا خالص. واحد تاني يبقى مستخسر الساعة اللي تروح منه يا صلاة يا خدمة. ليه؟ لأنه عارف انه ما عادش في الوقت كتير، مفتدين الوقت. اهو ده اللي بيفهم. لكن في خداع كتير. انا شباب بعد الشغل، لما العيال يكبروا، بعدين العيال يكبروا يتجوزوا، بعد ما يتجوزوا يجيبوا عيال، وبعدين ايه؟ ما مش هتصلي ومش هتخدم طبعا. كمان مع نفس هذا الخداع يجي خداع تاني منتشر قوي. ما كل الناس كده، كل الناس بتطلع الساحل الشمالي شهرين قاعدة على البحر، ايه بقى صلاة وخدمة ووجع قلب وفقرة وبتاع؟ كل الناس، والناس اللي في القرى دي ما طلعوش الساحل الشمالي ليه لو كان كل الناس بيعملوا كده؟ وكل الناس بتصرف بالالافات كل يوم، ده الناس مش لاقيه تاكل ولا لاقيه تتعالج. انما ده خداع الواحد عشان يبرأ نفسه، بيبص للماجوريتي كده، الناس بتعمل ايه؟ خلاص يبقى انا كده بريء. ومين قال لك ان الناس دي رايحه السما؟ ما اوسع الباب وارحب الطريق المؤدي للهلاك وكثيرون يدخلون منه. انت ليه افترضت ان كل الناس صح؟ اغلب الناس غلط. وهي دي الحقيقة المرة، ان اغلب الناس عايشة غلط، هي دي الحقيقة. طب ما تواجه نفسك لألا تكون بتخدع نفسك. ليه الواحد ما يخافش من الدينونة؟ ده كنيستنا معلمانة ومربيانة، انا عتيد اقف امام الديان العادل عشان تقولك كل ليلة بكرة مش مضمون. لازم تجهز نفسك يوم بيوم، ساعة بساعة. حاجة أخيرة، أنا مرتاح كده. الكومفورت زون يعني إيه؟ أنا ما برتاحش غير في الخدمة دي مع فلان. مين قالك إن دي فضيلة؟ أنت غالبا اخترت حاجة على هواك، ربنا مختار ظروف تانية. انت ليه بتمشي الدنيا؟ ده شغل ربنا، تمشي انت ولا يمشي هو؟ لكن هنا الواحد بيمشي بهوى قلبه وتصور انه بيخدم كويس. حبيبي انت عسكري متعب، العسكري يتقال له يمين يروح شمال كان ياخد سجن ساعات. ازاي يعني تفكر كده؟ واحد تاني يقول على فكرة انا سألت، قالوا لي دي مش خطية. طبعا الله اعلم سأل مين، وطبعا راح للشخص اللي هيقول له دي مش خطيه. هو بيعمل ايه؟ بيريح ضميره، وعارف كويس انها خطيه، بس يقول لك الموضوع ده انا سالت فيه على فكره ده مش خطيه. وبطلوا بقى الدروشه دي بقى، وبطلوا. مش هنبطل، لكن انت حر في حياتك، بس انا خايف عليك لان ده نوع من الخداع. النهارده انا افاجئ ان مسيحيين ليهم علاقات زنا ويقول لك دي مش خطيه، انا مش باذي حد. يا نهاري، الى هذه الدرجه وصلنا؟ يقول لك انا مش باذي حد، ويقول لك سالت مين بقى ده اللي انا مش عارف؟ سال اكيد الشيطان يعني، او من يمثل. في واحد يقول لك انا عارف حدودي كويس، انا مش محتاج حد يقول لي. ليه مش محتاج حد يقول لك؟ كبرت على ربنا؟ مش محتاج حد ينبهك ان الكلمة دي زيادة، التصرف ده زيادة، الاسلوب ده غلط؟ احنا لغاية ما هنمشي محتاجين نتعلم كل يوم. ده خداع النفس انك انت تقول ايه؟ انا عارف. لا، انت مش عارف.
أنت ناقصك معرفة، أنت دايماً تتصور أنك عارف كل حاجة، ده خداع. ليه ما تسألش بصدق هو اللي أنا بعمله غلط؟ ولو اتقال لك غلط يا رب ارحمني، سامحني يا رب، أوعدك مش هعمل كده، خلاص أنقذت نفسك، بقيت حكيم بجد. ما تسأل، اسأل أباك فيخبرك، كتاب نفسه قال كده. روح الكنيسة واسأل، واسأل بضمير صالح، مش عشان تبرأ نفسك، عشان تبرأ نفسك أمام الله. اللي بيسأل هنا بيقاوم الخداع. ليه ما تراجعش ضميرك؟ على فكرة الضمير خصم، ده اللي قاله المسيح، كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. خصمك الجواني ده اللي بينخسك ساعات ويقول لك دي زيادة، دي غلط، انت مخصم اخوك، عارف لما يعمل ايه، برضو انت غلطان في حتة، انت ما صالحتش، انت ما اجتهدتش، انت ما سامحتش، انت ما صفتش، انت ما عملتش اللي عليك، ما تقعدش تلف وتدور، ضميرك ما بيسكتش. هتمشي وراه ولا هتسكته؟ كن مراضيا لخصمك ما دمت معه في الطريق. يا ما ناس بتسكت ضمائر، خداع، خداع النفس. يفضل بقى يقول حجج، ما هو اصله وفصله، ماشي قولي حبيبي، بس انت عمال تخدع في روحك، مين اللي هيضيع غيرك لو انت فاهم الحكايه؟ وساعات الواحد يقول مش لازم اقول كل حاجه، يعني ايه الكذب النهارده بقى له اشكال، كان زمان ابيض وايه، وكان كم نوع كده، دلوقتي في اخضر واحمر وازرق وحاجات كده. مش لازم تقول كل حاجه، امتى؟ لما تكون حكمه بتعمل خير، خبي، خبي من غير ما تكذب، لكن خبي، من حقك تخبي بعض امورك، لكن تكذب وبعدين تقول هو انا لازم يعني اقول كل حاجه؟ حاسب يا حبيبي، لا تكون بتدي اسم جديد للكذب، ده خداع، بتدي اسم جديد للعلاقات. يعني مره بيقول لي وهبونا دي اسمها روشنه، قلت له ايه اسمها ايه؟ قال لي روشنه من روش. قلت له روش دي انجليزي ولا عربي ولا ايه دي؟ قال لي لا لا دي ولا دي. قلت له هي في الكتاب المقدس؟ اروح ادور. قال لي لا طبعا مش في الكتاب، الروشنه ما جاتش. قلت له بدل ما جاتش في الكتاب مش عاوز اعرف، لكن قال لي روش يعني، ابتدى يشرح يعني حبيبي هو ده، دي قاعده جديده للعلاقات يعني، ان الناس تبقى روشه. طب وهي القواعد دي هتوصل لايه في الاخر؟ في الاعتراف ممكن تضحك على نفسك لدرجة وتقول وليه الموضوع ده أقوله لأبونا؟ ما يخصش أبونا، أنا عارف أنا بعمل إيه ومش بعمل حاجة غلط. بص الشيطان يوصلك لإيه؟ تخفي عن أبوك الروحي أحد أسرارك، ودي حيلة معروفة، وياما الآباء قالوا فيه إياك تنكر جزء من حياتك تخبيه على أبوك، لا خير ولا شر، لأنه ده بالذات هيعرف الشيطان يدخل منه، وتلاقي انك انت بتخدع نفسك، ماله ابونا بالحاجات دي. ممكن اقولك ايه، انا مش هقول كل حاجة لحسن يتعبوا، هو الحقيقة ممكن تكون لو ده غرضك يبقى كويس، بس مش ده دايما يكون الغرض، او ده موضوع شخصي زيادة، هو فعلا شخصي زيادة ولا انت اللي بتخبي بعض الامور؟ طب وليه تفاصيل معينة تخفيها؟ انا عاوز اختم بآية تقول ايه، اختبرني يا الله، فاكرينها المزمور اللي بيقول كده، اختبرني اعرف قلبي يا رب قبل ما امشي، اكشف علي، اعمل لي البتاع اللي بيعملوه ده عشان يشوف القلب فيه ايه، سونار بتاع القلب ده ولا كل الاشعاعات والتحاليل، اختبرني اعرف قلبي، لان انا لو قلبي طلع وحش ووصلت السماء راحت الابديه، فالحقني من النهارده، امتحني اعرف افكاري. ده واحد بيقول له يا رب ما تسيبنيش اضحك على نفسي وغش روحي، انا ممكن اثبت لنفسي وللناس كلها اني بريء، وبعدين اجي عندك اطلع عذارى جاهلات، هستفيد ايه بقى من اللي انا عملته قبل كده؟ انظر يا رب لو كان في حاجه غلط اتصرف. يبقى انت عليك تشخيص وعليك علاج، امتحني ادخل قلبي افحصه كويس، ولو لقيت فيا طريق باطل اهديني يا رب طريقا ابديا، يعني اتصرف مع الغلط مهما كلفني يا رب. عاوزين يا احبائي في اخر اسبوعين نواجه نفسنا ان احنا خادعين انفسنا، التعبير ده قاله القديس يعقوب،
ألا تكونوا سامعين فقط خادعين أنفسكم، كونوا سامعين عاملين بالكلمة. لإلهنا كل مجد وكرم.